مرحبا بكم في هذا العرض حول أنظمة المعادلات الخطية. دعونا نبدأ ونرى عن ماذا نتكلم هنا. لنقل أن لدي معادلتين الآن. المعادلة الأولى دعوني أكتبها هكذا: 9x ناقص 4y يساوي سالب 78. والمعادلة الثانية سوف أكتبها هكذا: 4x زائد y يساوي سالب 18. الآن ما سوف نفعله هو أننا حقيقة سوف نستخدم كلا المعادلتين حتى نجد قيمتي x و y. ونحن نعلم أنه إذا كان لدينا معادلة واحدة بمتغير واحد فإنه من السهل أن نجد حل المتغير، ولكن الآن لدينا معادلتين يمكن أن نتصورهما مثل الشرطين، وسوف نقوم بإيجاد حل كلا المتغيرين. وربما تشعر بالارتباك، كيف يمكن أن يعمل ذلك؟ هل هو نوع من السحر بأننا يمكن أن نجد حل متغيرين من خلال معادلتين؟ حسناً، إنه ليس كذلك، لأنه يمكنك حقيقة أن تعيد ترتيب كل من المعادلتين بحيث تبدوان مثل الوضع الطبيعي على شكل y تساوي mx زائد b. ولن أقوم برسم هاتين المعادلتين لأنني لا أعلم كيف ستبدوان، لكن إذا كان هذا عبارة عن محور إحداثي لا أعلم كيف سيبدو ذلك الخط الأول، يمكننا عمل نموذج آخر حتى نجد ذلك، لكن دعونا فقط نقول أن ذلك الخط الأول كل نقاط x و y التي تحقق 9x ناقص 4y يساوي سالب 78. لنقول أنه يبدو مثل ذلك الشيء، ولنقول أن كل نقاط x و y التي تحقق المعادلة الثانية 4x زائد y يساوي سالب 18. لنقل أن ذلك يبدو مثل هذا الشيء، صحيح؟ إذن على هذا الخط يوجد كل x و y التي تحقق هذه المعادلة، وعلى الخط الأخضر توجد كل نقاط x و y التي تحقق هذه المعادلة، لكن يوجد فقط زوج واحد من x و y الذي يحقق كل من المعادلتين، ويمكنك أن تخمن ذلك أنه هنا، صحيح؟ مهما تكون هذه النقطة سوف أعملها باللون الوردي للتوضيح. مهما تكون هذه النقطة لاحظ أنها على كلا الخطين. إذن مهما تكون قيم x و y فإن ذلك سيكون حل نظام المعادلات هذا. إذن دعونا فقط نجد كيف نعمل ذلك. ما سوف نقوم به هو أن نتخلص من متغير، لأنه إذا استطعت أن تتخلص من متغير فإننا نستطيع أن نجد حل المتغير المتبقي. وطريقة عمل ذلك، لنقول أنني أريد أن أتخلص من أشعر أنني سوف ألغي هذه الواي، أعتقد أنه سوف نعرف كيف نعمل ذلك. وطريقة عمل ذلك هو أنني سوف أعمله بحيث أنه عندما أجمع هذا لهذا فإنهما يحذفان. حسناً، هما لن يحذفا الآن. علي أولاً أن أضرب هذه المعادلة بالأسفل ضرب 4. أعتقد أنه من الواضح لما أقوم بذلك. دعونا نضرب هذه المعادلة بالأسفل ضرب 4، وسوف أحصل على 16x زائد 4y تساوي، لنرى، 4 ضرب سالب 18 سالب 72، صحيح؟ كل ما عملته هو أنني أضرب كلا طرفي هذه المعادلة ضرب 4، صحيح؟ وعليك أن تضرب كل الحدود لأنها الخاصية التوزيعية على كلا الطرفين. كل ما تفعله لطرف عليك عمله للآخر. دعوني أعيد كتابة تلك المعادلة بالأعلى، وسوف أكتبها بنفس اللون حتى نستطيع تتبع الأمور. 9x ناقص 4y يساوي سالب 78. حسناً، الآن إذا كنا سنجمع هاتين المعادلتين، فعندما تجمع المعادلات عليك فقط أن تجمع الطرف الأيسر وأن تجمع الطرف الأيمن. حسناً، عندما تجمع لديك 16x زائد 9x، حسناً، ذلك يساوي 25x، صحيح، 16 زائد 9
أربعة واي ناقص أربعة واي يساوي صفر، إذا ذلك زائد صفر. ثم لدينا سالب 72 ناقص 78، لنرى ذلك ناقص 140، 150، ناقص 150، صحيح، فقط أجمعهم مع بعضهم البعض، إذن لدينا 25 إكس يساوي سالب 150. حسناً، فقط يمكننا أن نقسم كلا الطرفين على 25 أو نضرب كلا الطرفين ضرب 1 على 25، وتحصل على x تساوي تلك سالب 150، x تساوي سالب 6. هنا وجدنا إحداثية x. الآن لكي نجد إحداثية y يمكننا أن نستخدم إحدى هذه المعادلات في الأعلى. دعونا نستخدم هذه، إنها تبدو أبسط قليلاً. فقط علينا أن نعوض قيمة x هناك. إذن 4 ضرب سالب 6 زائد y يساوي سالب 18. فنذهب للأعلى هنا، إذن 4 ضرب سالب 6 نحصل على سالب 24 زائد y يساوي سالب 18، ثم نحصل على y تساوي 24 ناقص 18، بالتالي y تساوي 6. إذن هذان الخطان، أو يمكنك القول هاتان المعادلتان، يتقاطعان في النقطة x تساوي سالب 6 و y تساوي 6. إذن هما حقيقة يتقاطعان في مكان ما هنا، ليس كما رسمت، الخطوط تبدو شيء مثل ذلك، لكن ذلك رائع، أليس كذلك؟ في الواقع لقد وجدنا حل متغيرين باستخدام معادلتين. لنرى كم من الوقت لدي، أعتقد لدي ما يكفي من الوقت لحل مسألة أخرى. لنقل أنه لدي النقاط وسوف أكتبهم بلونين مختلفين مرة أخرى. سالب 7 إكس ناقص 4 واي يساوي 9، ثم المعادلة الثانية سوف تكون x زائد 2y يساوي 3. الآن لو أنني أعمل ذلك بأقصى سرعة ممكنة، فمن المحتمل أنني سوف أضرب هذه المعادلة ضرب 7 وسوف تحذف تلقائيا، لكن تلك طريقة سهلة، سوف أريكم أنه في بعض الأحيان عليكم أن تضربوا كلا المعادلتين، حقيقة ليس في هذه الحالة. في الواقع دعوني أستخدم الطريقة السريعة، دعونا نضرب هذه المعادلة بالأسفل ضرب 7، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو لأنني أريد هذا أن يحذف مع هذا. إذا ضربنا في 7 نحصل على 7x زائد 14y يساوي 21. دعونا نعيد كتابة تلك المعادلة الأولى، ناقص 7x ناقص 4y يساوي 9. الآن فقط نجمع، هذه عبارة عن موجب 7x، حسنا ذلك صفر، 14y ناقص 4y يساوي 10y ويساوي 30، y تساوي 3. الآن فقط نعوض في إحدى المعادلتين، دعونا نعوض في تلك، x زائد 2 ضرب y، هذه عبارة عن 2 ضرب 3، x زائد 6 يساوي 3، ونحصل على x تساوي سالب 3. تلك المسألة كانت سهلة جدا. التقاطع، آمل أنني لم أحلها بشكل سريع جدا. حسناً، يمكنك التوقف ومشاهدتها مرة أخرى. حسناً، هذان الخطان يتقاطعان عند النقطة سالب 3 3.
دعونا نأخذ مسألة أخرى. آمل أن تكون هذه أصعب، أعتقد أنها كذلك. حسنا، سالب 3x ناقص 9y تساوي 66، ثم لدينا سالب 7x زائد 4y تساوي سالب 71. إذن هنا ليست واضحة ما يجب أن نعمله. لنقل أننا نريد أن نحذف الواي أولا. ما سوف نعمله هو أن نجعل كلاهما مساويان لأصغر مضاعف مشترك بين 9 و7، بالتالي إذا ضربنا المعادلة بالأعلى ضرب 4 فإننا نحصل على، سوف أعملها هنا، دعونا نضربها ضرب 4 ضرب 4، وسوف نحصل على سالب 12x ناقص 36y يساوي 4 ضرب 6 240 زائد 24، إنها 264. جربها بنفسك. صحيح، آمل أنه صحيح. ثم نضرب المعادلة الثانية ضرب 9، بالتالي تصبح سالب 63x زائد 36y يساوي، لنرى، إنها 639. أعداد كبيرة، 639. حسنا، الآن نجمع المعادلتين، ناقص 12 ناقص 63 ذلك يساوي سالب 75x، هاتان تحذفان ويساوي 264. لنرى ماذا تساوي 639 ناقص 264. لاحظ أنني أقوم بذلك مباشرة، لا أستخدم أي دليل مساعد للحل. إذن 13 و75، لا أعلم إن كان صحيحا لكن سنرى. بما أن هذه حقيقة سالب 639 فهذا ناقص ناقص 375، وأعلم أن 75 تتكرر في 304 مرات، بالتالي x تساوي 5، و45 ضرب 5 يساوي 375. فقط قسمنا كلا الطرفين على 75، فإذا كانت x تساوي 5 فقط نعوضها، دعونا نستخدم هذه المعادلة، بالتالي نحصل على سالب 3 ضرب 5 ناقص 9y يساوي 66. نحصل على سالب 15 ناقص 9y يساوي 66 ناقص 9y يساوي 81، ثم نحصل على y تساوي ناقص 9. إذن الإجابة هي 5 ناقص 9. أعتقد أنكم جاهزين لحل بعض أنظمة المعادلات الآن، استمتعوا.